قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبت إلى قبر صديقي لأبكي عليه، هل هذا حرام أم لا؟ أي نعم، لا يجوز تذهب للقبر لأجل تبكي عليه، لأجل تدعو له تسلم عليه، أما أنك تبكي عليه لا، البكاء وقت المصيبة فقط، وقت المصيبة، أما بعد مضي المصيبة فلا يشرع البكاء. نعم.